الثالث من أركان الإيمان. كون مسؤوسة أركان أسكن بيروس بالريسة. الإيمان بالكتب المنزلة من السماء. كيريوهين أسكن من الميتكوتور للطائبة الطميلة. نؤمن بجميع الكتب المنزلة من السماء. أسكن مكايكين كيريوهين ميتكوتور للطائبة. ونؤمن بأنها كلام الله لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى لا يماثل كلام الخلق. يا أسكم متكايكين كيريادني أبط الله سبحانه وتعالى بوهتا يت الله سبحانه وتعالى بوهت أبط ماين حل لا يعني أودستم إيمست بوهتن قصة غير مخلوقة ينون نون نيو سماكون إيم الله مستا. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب كل رسول معه كتاب. يا أسكم مسيح تيوكاس الله تلا رأي كيريا مكنا. نؤمن بجميع الكتب. يا أسكم مكايكين كيريوين. ونؤمن بمعلم أن الله سبحانه وتعالى من أسمائها. يا أسكم مكايكين مثل الله سبحانه وتعالى كيرتم إلى هنني مستار. مثل القرآن. اسم الجيس القرآنيستا. والتوراة. التوراة. والإنجيل. إنجيل. والزبور. والزبور. وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. يا موسى يا إبراهيم من هيلن كيريت. نؤمن بما فيها من أخبار. يا أسكم مكايكين تيتوه متقوت هسة. ونؤمن بما فيها من أحكام. يا كايكين لما أحكام متقوت هسة لا أسكم مني. نؤمن بجميع الكتب. أسكم مكايكين كريون. لكن لا نطالع لا نقرأ ما فيها نقرأ فقط في الكتاب والسنة. متهم لوهيتا أما كسورانيتا سورا ما لوه من وين مين القرآن يا ما يا بروفيت السنة صلى الله عليه وسلم.